يقول السائل: ما حكم صيام يوم الشك؟ حرام. صيام يوم الشك حرام، وهو اليوم 30 من شعبان. إذا لم يرى الهلال فإنه لا يجوز صيام يوم 30 على أنه من رمضان. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: الذي يصوم اليوم الذي قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.